بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في درس جديد من دروس الصف الثالث الثانوي لمادة الرياضيات في الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا بمشيئة الله تعالى هو حساب النهايات جبريا، الجزء الثالث من هذا الدرس من إعداد الأستاذة سميرة السالم، ومعكم المقدم علي جراح، فحياكم الله. درس اليوم درس سهل وبسيط جدا، وهو استكمال لحساب النهايات جبريا. لدينا اليوم موضوع يسمى استعمال انطاق البسط والمقام لحساب النهايات. اذا هناك بعض النهايات لا يمكن حسابها الا باستعمال الانطاق، انطاق البسط او انطاق المقام. عند استعمال التعويض المباشر لإيجاد نهاية الدوال النسبية، وكان الناتج يعطي صيغة غير محددة، أي أنه يعطي قيمة غير معرفة، فإنه يوجد أو توجد طريقة أخرى لإيجاد النهاية. هذه الطريقة هي ما تسمى بطريقة البسط والمقام أو انطاق البسط والمقام. أولا انطاق البسط والمقام، ثانيا هناك طريقة أخرى تسمى طريقة اختصار العوامل المشتركة، لكن ما يهمنا الآن هو انطاق البسط والمقام. تذكر أنه لا تستخدم طريقة انطاق البسط والمقام إلا في حالة وجود جذر، إما جذر في البسط أو وجود جذر في المقام. إذا لا يمكن استخدام طريقة البسط والمقام، يعني متى تكون طريقة انطاق البسط أو انطاق المقام أو طريقة الانطاق بشكل عام، متى تكون طريقة الانطاق هي الطريقة المناسبة لحل المسألة؟ لا تكون مناسبة لحل المسألة إلا في حالة وجود جذر في البسط أو جذر في المقام. في حالة وجود جذر في البسط نقول أن هذه الطريقة تسمى طريقة انطاق البسط، في حالة وجود جذر في المقام نقول انطاق المقام. أيضا تذكر أن مرافق المقدار، مثلا مرافق جذر X زائد A هو جذر X ناقص A، إذن هو عبارة عن تغيير الإشارة الموجودة بين الجذر وبين العدد، تغيير الإشارة الموجودة بين الجذر والموجودة بين العدد. إذن جذر X زائد A هو جذر X ناقص A، هذا هو المرافق. كذلك العكس، جذر X ناقص A مرافقه جذر X زائد A، عبارة عن تغيير الإشارة الموجودة بين العدد والجذر. حاصل ضرب المقدار في مرافقه، لما نضرب عدد في مرافقه كيف يكون الناتج؟ فمثلا جذر X زائد A مضروبا في جذر X ناقص A، الناتج بسيط جدا، هو أن نضرب الأول في الأول والثاني في الثاني. جذر X في جذر X، جذر X تربيع، موجب في سالب، سالب A في A يعطينا A تربيع. طبعا هنا الجذر يختصر مع اس 2 ليبقى لدينا في نهاية المطاف X فقط، فنقول X ناقص A تربيع، X ناقص A تربيع هو الناتج النهائي لحاصل ضرب عدد في مرافقه. مثال، نبدأ الآن في سرد الأمثلة. احسب كل نهاية مما يأتي نهاية X ناقص 25 على جذر X ناقص 5 عندما تقترب X من 25. طيب كيف نحل هذه المسألة؟ هنا يوجد جذر، هل نستخدم طريقة انطاق المقام مباشرة أو انطاق البسط؟ لا، نعوض تعويض مباشر. إذا وجد ناتج حقيقي كان وبها، إذا لم يوجد ناتج نلجأ بعد ذلك إلى طريقة الانطاق. طيب نعوض الآن تعويضا مباشرا. الحل، نعوض مكان أي X نجدها نضع مكانها 25، لأن X تقترب من 25. إذن 25 ناقص 25 في البسط، وفي المقام جذر 25 ناقص 5. إذن 25 ناقص 25 صفر، وجذر 25 5، 5 ناقص 5 في المقام أيضا صفر. إذن الناتج صفر على صفر. صفر على صفر هذه قيمة غير معرفة أو ما تسمى بالصيغة الغير المحددة. إذن هذه صيغة غير محددة، وبالتالي هنا لابد من اللجوء إلى طريقة
أخرى. نلجأ إلى طريقة انطاق المقام ومن ثم اختصار العوامل المشتركة. إذا جذر إكس ناقص 5 موجودة في المقام. طيب نضرب الآن في مرافق المقام بسطا ومقاما. نضرب في مرافق هذا المقام بسطا ومقاما. طيب المقام الآن جذر 5 جذر إكس ناقص 5، ما هو مرافق هذا المقدار؟ مرافق هذا المقدار هو جذر إكس زائدا 5. إذا نضرب في جذر إكس زائدا 5 بسطا ومقاما. إذا جذر إكس ناقص 5 إكس ناقص 25 على جذر إكس ناقص 5 هذا هو المقدار الأصلي مضروبا في جذر إكس زائدا 5 على جذر إكس زائدا 5. إذا ضربنا في مرافق المقام بسطا ومقاما. الآن ضرب الكسور، نضرب البسط في البسط ونضرب المقام في المقام. بضرب البسط والمقام في مرافق المقام، نعم، والآن نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. إذا إكس ناقص 25 مضروبا في البسط الآخر جذر إكس زائد 5، وهنا ضرب عدد في مرافقه. المقام في المقام هو عبارة عن ضرب عدد في مرافقه كما أخذنا قبل قليل، الأول في الأول والثاني في الثاني مباشرة. جذر إكس في جذر إكس، جذر إكس تربيع وسالب 5، أو السالب في موجب سالب، وخمسة في 5 5 تربيع، 5 تربيع. نعم، إذن الآن البسط في البسط كما هو. المقام الجذر يختصر مع الأس 2 ليبقى لدينا إكس فقط. إكس ناقص 5 تربيع 25، إذا إكس ناقص 25. طبعا يتضح الآن لنا جليا أن القوس إكس ناقص 25 من البسط راح يختصر مع المقام بالكامل، ما في شك أنه راح يختصر مع المقام بالكامل، يختصر مع المقام بالكامل. يبقى لدينا في نهاية المطاف جذر إكس زائدا 5 فقط. الآن نستطيع التعويض تعويضا مباشرا. إذا نهاية إكس ناقص 25 على المقدار الأصلي على جذر إكس ناقص 5 عندما إكس تؤول إلى 25 هي نفسها نهاية جذر إكس زائد 5 بعد أن ضربنا في مرافق المقام عندما إكس تؤول إلى 25. فنستطيع الآن أن نعوض تعويضا مباشرا وينتج لدينا عددا حقيقيا أو عددا صحيحا. إذا لما نعوض الآن مكان الإكس نضع 25، نجد أن جذر 25 زائد 5، جذر 25 5، 5 زائد 5 يساوي 10. إذا قيمة هذه النهاية هي 10. جميل جدا، إذا نهاية المقدار الأصلي يساوي 10. تدريب آخر، تدريب آخر على نفس الآلية ونفس الكيفية. احسب النهاية، نهاية إكس ناقص 4 على جذر إكس ناقص 2 عندما إكس تؤول إلى 4. نفس الآلية، نعوض الآن تعويضا مباشرا في البداية. نعوض الآن تعويضا مباشرا في مكان أي إكس، نعوض تعويض مباشر. الحل، إذا مكان إكس نضع 4، 4 ناقص 4، وهنا في المقام جذر 4 ناقص 2. نرى الآن كم راح يكون الناتج. 4 ناقص 4 والمقام جذر 4، هنا جذر 4، ونعلم أن جذر 4 2، 2 ناقص 2 إذا يساوي 0 على 0، وهذه صيغة غير محددة. إذا نلجأ الآن إلى إنطاق المقام. الجذر أين موجود؟ الجذر موجود في المقام، جذر إكس ناقص 2. إذا الآن ننطق المقام. إذا نضرب في مرافق المقام بسطا ومقاما. إذا نستخدم إنطاق المقام ومن ثم اختصار العوامل المشتركة. إذا إكس ناقص 4 على جذر إكس ناقص 2 يساوي المقدار كما هو مضروبا في جذر إكس زائد 2 بسطا وجذر إكس زائد 2 مقاما. إذا هذا ما يسمى بمرافق المقام. ضربنا في مرافق المقام بسطا ومقاما، هذا يسمى إنطاق المقام. الآن نضرب البسط في البسط ونضرب المقام في المقام. إذا إكس ناقص 4 في جذر إكس زائد 2، نعم،
والمقام، المقام هو عبارة عن ظرف عدد في مرافقه، مثل ما ذكرنا ظرف عدد في مرافقه عبارة عن ثلاث خطوات، نضرب الأول في الأول، نضرب الإشارة في الإشارة، نضرب الثاني في الثاني. نبدأ الآن على بركة الله. جذر إكس في جذر إكس، جذر إكس تربيع، سالب في موجب سالب، اثنين في اثنين، اثنين تربيع. نعم، إذن الآن البسط كما هو، المقام جذر إكس تربيع يساوي إكس، الناقص كما هي، واثنين تربيع أربعة. الآن واضح لدينا أننا سوف نختصر هذا القوس إكس ناقص أربعة مع المقام بالكامل إكس ناقص أربعة، ليبقى لدينا في نهاية المطاف جذر إكس زائد اثنين، جذر إكس زائد اثنين. نستطيع الآن أن نعوض تعويضا مباشرا بالنهاية في جذر إكس زائد اثنين، وينتج لدينا صيغة غير محددة. إذن الآن بالتعويض، نهاية جذر إكس زائد اثنين بدل إكس ناقص أربعة على جذر إكس ناقص اثنين، نقول جذر إكس زائد اثنين بعد أن أنطقنا المقام. نعوض الآن مكان الإكس نضع أربعة، ينتج لدينا جذر 4 زائد 2، جذر 4 يساوي 2، 2 زائد 2 يساوي 4. إذن نهاية هذه الدالة تساوي 4 بعد أن أنطقنا المقام، لكن بالتعويض المباشر نتج لدينا صيغة غير محددة، أما باستخدام إنطاق المقام والتعويض فينتج لدينا 4. إذن نهاية هذه الدالة تساوي كم؟ تساوي 4. جميل جدا. تدريب، احسب النهاية. نهاية 2 ناقص جذر إكس زائدا 4 على إكس عندما إكس تؤول أو تقترب إلى الصفر. نعوض في البداية تعويض مباشر عن أي إكس بصفر. واضح جدا أن المقام غير معرف بالتعويض المباشر. 2 ناقص جذر 0 زائد 4 على 0، طبعا 0 زائد 4 4، جذر 4 2، 2 ناقص 2 0، إذا 0 على 0، و 0 على 0 صيغة غير محددة. إذا الآن لابد من اللجوء إلى طريقة أخرى. ما هي الطريقة التي تناسب هذه الدالة؟ هذه الدالة تحتوي على جذر، تحتوي على جذر في البسط، وبالتالي الآن ننطق البسط، الآن ننطق البسط ونتبع طريقة إنطاق البسط، وذلك بضرب مرافق البسط في هذا المقدار بسطا ومقاما. إذن 2 ناقص جذر إكس زائدا 4 على إكس، ما هو مرافق هذا المقدار؟ مرافقه، نعم مرافقه هو 2 زائدا جذر إكس زائدا 4. المرافق هو عبارة عن تغيير الإشارة ما بين الجذر والعدد. الآن هذا العدد 2 وهذا الجذر، الإشارة بينهما سالب، وبالتالي راح يكون المرافق هو نفس المقدار لكن بإشارة هنا موجبة. إذا نضرب في مرافق البسط بسطا ومقاما، إذا تساوي مضروبة في 2 زائدا الجذر على 2 زائدا الجذر كما هو، وغيرنا الإشارة موجب وموجب. الآن نضرب البسط في البسط، المقام في المقام. الآن نلاحظ أن البسط في البسط هو عبارة عن عدد في مرافقه، عبارة عن عدد في مرافقه، 2 في 2 2 تربيع، سالب في موجب سالب، الجذر في الجذر يعطينا الجذر كما هو تربيع. أما بالنسبة للمقام في المقام فينزل المقامين كما هما، جذر إكس كما هي، والمقام الثاني 2 زائدا جذر إكس زائدا 4. جميل، نكمل الآن. 2 تربيع 4 وناقص الجذر يختصر مع الأس 2 ليبقى لدينا إكس زائدا 4 على إكس في 2 زائدا جذر إكس زائدا 4. الآن ندخل الإشارة السالبة على القوس. إذا أدخلنا هذه الإشارة السالبة على القوس إكس زائدا 4، ينتج لدينا إكس تصبح سالب إكس، وموجب 4 تصبح سالب 4، 4 ناقص 4 بصفر، والناتج سالب إكس في البسط، والناتج سالب إكس في البسط على المقام كما هو. الآن طبعا واضح جدا أننا راح نختصر الإكس التي في البسط مع الإكس التي في المقام، نختصر إكس في البسط مع إكس في المقام،
ينتج لدينا في النهاية سالب واحد، لأن x تقسيم x بواحد، وهنا في سالب، إذن سالب واحد على 2 زائد جذر x زائد 4. الآن نعوض بهذا المقدار، أو نعوض بx 4 أو بx 0 في هذا المقدار. إذن الآن نعوض، بدل أن نقول نهاية 2 ناقص جذر x زائد 4 على x عندما x تقترب من الصفر، نغير هذه الدالة ونكتب الدالة الجديدة التي نتجت لدينا من حاصل ضرب مرافق البسط بسطا ومقاما، ينتج لدينا سالب 1 على 2 زائد جذر x زائد 4. نستطيع الآن أن نعوض تعويض مباشر، مكان ال x نضع صفر لينتج لدينا سالب 1 على 2 زائد جذر 0 زائد 4. 0 زائد 4 4، جذر 4 2، 2 زائد 2 4. إذن الناتج النهائي سالب ربع. نعم، إذن 0 زائد 4 4، جذر 4 2، 2 زائد 2 4. إذن نهاية الدالة هي سالب 1 على 4 أو سالب ربع. نعم، إذن نهاية 2 ناقص جذر x زائد 4 على x عندما x تؤول إلى الصفر تساوي سالب 1 على 4 بطريقة إنطاق البسط، أما بطريقة التعويض المباشر فلا يمكن حلها مباشرة. نعم، تدريب احسب النهاية. نهاية جذر x زائد 3 ناقص 3 على x ناقص 6 عندما x تقترب من 6، ماذا نصنع الآن؟ أكيد راح نعوض الآن تعويضا مباشرا. عند التعويض المباشر مكان أي x نضع 6 ينتج لدينا التالي: جذر 6 زائد 3 ناقص 3 على 6 ناقص 6، نكمل. جذر 6 زائد 3، 6 زائد 3 9، جذر 9 3، إذن 3 ناقص 3 والمقام 6 ناقص 6 بصفر. البسط 3 ناقص 3 بصفر، 0 على 0، 0 على 0. هذه صيغة غير محددة، هذه صيغة غير محددة، إذن لابد من اللجوء إلى طريقة أخرى. ما هي الطريقة المناسبة لهذه الدالة؟ هناك جذر وهناك عدد وبينهما إشارة سالبة، إذن مباشرة راح نتبع طريقة إنطاق البسط، راح نتبع طريقة إنطاق البسط، إذن نضرب في مرافق البسط بسطا ومقاما. نعم، ينتج لدينا جذر x زائد 3 زائد 3 على جذر x زائد 3 زائد 3 في البسط وأيضا في المقام. إذن هذا ما هو؟ هذا عبارة عن مرافق البسط، عبارة عن مرافق البسط، فضربنا في مرافق البسط في البسط وفي المقام. جميل، إذن نضرب الآن البسط في البسط والمقام في المقام. البسط في البسط هو عبارة عن عدد في مرافقه، إذا نضرب الأول في الأول، الإشارة في الإشارة، العدد في العدد. جذر x زائد 3 في جذر x زائد 3 يعطينا جذر x زائد 3 تربيع، سالب في موجب سالب، وثلاثة في ثلاثة ثلاثة تربيع. أما بالنسبة للمقامات فتنزل المقامات كما هي: x ناقص 6 مضروبة في جذر x زائد 3 زائدا ثلاثة. جميل، نكمل. جذر مع الأس 2 تختصر ليبقى لدينا x زائد 3 فقط بدون الجذر، x زائد 3 ناقص 3 أس 2 أي 3 في 3 9 على المقامات كما هي: x ناقص 6 وجذر x زائد 3 زائدا ثلاثة. الآن ما هو التغيير الحاصل لدينا في البسط؟ x زائد 3 ناقص 9، 3 ناقص 9 كم تساوي؟ 3 ناقص 9 تساوي سالب 6، إذن البسط هو عبارة عن x ناقص 6 على المقامات كما هي. نلاحظ الآن أن لدينا x ناقص 6 في البسط لديها شبيه في المقام، بالإمكان أن تختصر معه. إذا نختصر x ناقص 6 التي في البسط مع x ناقص 6 الموجودة في المقام لينتج لدينا 1
في البسط على جذر إكس زائد 3 زائد 3. الآن نعوض مكان الدالة بهذه النتيجة أو هذه الدالة الجديدة التي نتجت لدينا من حاصل انطاق البسط، فتساوي نهاية 1 على جذر إكس زائد 3 زائد 3. نستطيع الآن وبكل بساطة أن نعوض تعويضا مباشرا مكان الإكس، نضع 6، نعم، فينتج لدينا 1 على جذر 6 زائد 3 زائد 3. الآن 6 زائد 3 9 تحت الجذر، جذر 9 3 إذا 3 زائد 3 يعني 6، إذا 1 على 6. إذا قيمة هذه النهاية يساوي 1 على 6 بعد أن اتبعنا طريقة انطاق البسط. أما طريقة التعويض المباشر فتعطينا صيغة غير محددة، إذا الناتج يساوي 6. نعم، ملخص درسنا في هذا اليوم لإيجاد نهاية الدوال النسبية، إذا كانت نهايتها تعطينا صيغة غير محددة وكان لدينا جذر سواء في البسط أو في المقام، فنتبع الطريقتين التاليتين. الطريقة الأولى أو الخطوة الأولى هي انطاق البسط أو انطاق المقام على حسب، إذا كان الجذر موجود في البسط فتسمى انطاق البسط، إذا كان الجذر موجود في المقام تسمى انطاق المقام. الخطوة الثانية هي أن نختصر العوامل المشتركة ونعوض ثم بعد ذلك نعوض تعويضا مباشرا ونحصل على قيمة أو عدد حقيقي. شكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم وحضوركم وتفاعلكم. نلتقي بمشيئة الله تعالى في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.